شوبينج صار أهين على MTV دوما برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. أوقات كتير بيكون عنا تياب أو عبالنا نشتري تياب جديدة بس ما عنا محل نحطن. هلأ مع هالخزانة يلي منركبها نحنا بإيدنا بالبيت تنحل هالمشكلة. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر. بتساع كتير تياب وغراض، فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير إشياء بدنا نصفها وما عنا محل. هالخزانة بتتقطع لسبعة كومبارتيمون ومثل ما شايفين كل واحد قياسه لتناسب جميع أنواع وأحجام التياب والأغراض. والخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا أغراضنا من الغبرة والرطوبة. هالستورج كلوزت بتحصلوا عليها بأربعين دولار بس بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. ياسا مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا لما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين ننظفه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. مثل ما بيقول المثل الدفع عفا، قد منعطى الهم بس بدنا نطلع على التخت ويكون مسقع. الكتريك بلانكت بنستعملها لتدفينا التخت قبل ما نطلع ننام، ما قلنا إلا نحطها بالكهرباء لدقايق قبل النوم، وهي كفيلة إنه تخلينا دافيين كل الليل. هالإلكتريك بلانكت فيها ريموت كنترول للتحكم بالحرارة، وفيها 3 درجات حسب السقعة بالغرفة يلي نحن فيها، كما إنها كفيلة بإزالة الرطوبة كلها من التخت، وبتساعدنا على راحة الجسم من التعب والإرهاق اليومي، لأنها بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وراحة العضلات والأعصاب. متوفرة بقياس المفرد والمجوز، المفرد 150 ب80 سنتيمتر ب 60 دولار، والمجوز 160 ب 140 سنتيمتر ب 80 دولار بس، واكيد مكفوله لمده سنه. بتحصلوا عليها بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شيت وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما إلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد. متركها تمشي لوحدها، والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير
كتير سهولة، وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلاس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوية أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجرور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلاس هي ماشين ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلاس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرون، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلاس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها بدكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.